عميل للمخابرات الأمريكية هو عميل لأمريكا، دي مش عايزة نقاش ومش عايزة حد يمضي عليه. محمد البرادعي اللي رشحه لهيئة الطاقة النووية نعم. هو أمريكا. ليه؟ لأن مصر كانت مرشحة شاكر، وفي ذلك دكتور محمد شاكر، محمد نعم. شاكر اللي كان سافرنا في لندن نعم، ورشحته رسميا. جت جنوب أفريقيا رشحت محمد البرادعي نعم، بناء على توجيه من أمريكا. يبقى محمد البرادعي اترشح أول مرة ضد مرشح مصر، يبقى نعم. هو مصري؟ ما هوش مصري، لأن مصر كدولة وكحكومة رشحت الدكتور محمد شاكر نعم. هو رشح نفسه عن طريق جنوب أفريقيا بإعاز من أمريكا. قعد ثلاث دورات رئيسا للمنظمة الدولية. حصل الوحيد في تاريخ المنظمة اللي خد النوبل للسلام وهو رئيس المنظمة. ايه دور رئيس باع العراق ده؟ قدم تقرير ضد مصر، ضد مصر صحيح. ان مصر عندها بيغازل مين او بيضرب في مين دلوقتي في الكلام ده؟ دلوقتي بيضرب في الدولة وبيضرب في الرئيس. الله بقولك اجهزة سيادية كذاب، لان الاجهزة السيادية عمرها ما اتصلت بحد وقالت له هنقطع رقبتك.